بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذا أحد النباتات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون. طبعا هذا النبات يعيش في فصل الشتاء، وتكثر يعني هذه النباتات في المواسم الممطرة. وطبعا هذا النبات عبارة عن نبات رقيق جدا ولونه أخضر، وأنا أنصح الباحثين يعني بدراسة فصائل النباتات.